رجعنا لكم مرة جديدة مثل ما حكينا ببداية البرنامج، صباحكم سكر واليوم صباحكم حلا وصباحكم كنافة. رح يكون لنا وقفة مع الطبق الأشهر عربيا، الطبق الأشهر بالأردن وببلاد الشام، طبق كل المناسبات وطبق كل المواسم، هو يمكن أهم طبق حلو عندنا بالأردن. بدنا نصبح على الشيف محمد طه الموجود معنا اليوم، موجود معنا اليوم لحتى تحضر لنا أحلى طبق عندنا بالحلويات، واللي هو الطبق التراثي يمكن عندنا، طبق الكنافة. نعم عم نشوف المكونات مشاهدينا، رح شفتها رح يورجينا اليوم كيفية عمل طبق الكنافة بأسهل طريقة ممكن لحتى يقدروا ستات البيوت اللي عم بيشوفونا يحضروها. عم بنشوف المكونات على ما أعتقد هي كنافة ناعمة. عندنا عجين ناعمة في البداية. نعم. في عندنا جبنة حلوة محلية، عندنا سنوبر، عندنا سمن بلدي، عندنا فستق حلبي. نعم، إذا كنافة ناعمة، الجبنة الحلوة والسنوبر واللوز والسمن البلدي. خلينا نحكي بالمكونات وأنت عم بتحضر الطبق شيف، وعم نحكي عن طريقة تحضير الطبق، نحكي على المكونات، خلينا نحكي على الجبنة. نوعية الجبنة المستخدمة بالكنافة، هل في أو يفضل أنواع معينة للكنافة بتفضلها؟ نعم، الكنافة لها جبنة مخصوص يعني. نعم. جبنة مشمولة. مشمولة. مخصوص للكنافة. يعني أي ست بيت بدها تروح تشتري جبنة للكنافة. جبنة مشمولة، نعم. مشمولة. طب خلينا نشوف كيف كيفية التحضير نحن وياك والمشاهدين. طريقة التحضير. نعم. بنبلش 100 جرام سمن بلدي. 100 جرام سمن بلدي. مثل ما انتم شايفين مشاهدينا بندهنه بالسدر. نعم. طبعا بنوزع السمنه على الداير. اوكي. بحيث تكون السمنه متساويه بالسدر. طبعا. اذا السمن البلدي، السمن البلدي لازم يكون طبعا سمنه بلديه، ما ممكن انه نستغني عنها باي شيء ثاني، ما هيك؟ نعم. طيب. هسه بعد هيك بنوزع السنوبر على السدر، تقريبا 50 جرام سنوبر. أنا عم بساعدك. سلام عليك. ودي. إذا زي ما أنتم شايفين مشاهدينا، عم بوزع الشيف محمد طه السنوبر بعد ما دهن 100 جرام سمنة على الصينية. أوكي، عم نشوف هون في فستق حلبي كمان. هذا بعد هيك إحنا بنحطه على الوجه. هذا في النهاية. إذا السنوبر بتوزع على الصينية. بعد السمنة. أوكي. بعد ما نحط السنوبر على الداير بالتساوي. نعم. بنحط تقريباً كيلو 250 جرام عجينة ناعمة. كيلو و250 جرام عجينة كنافة ناعمة. أي ست بيت تقدر تعمل هاي الطريقة؟ سهلة جدا جدا يعني، مش صعبة. أوكي. مع إنه إحنا بنستصعبها. لا سهلة. بعد هيك بوزع العجين على السدر بالتساوي. أوكي. بفرد العجين، عملية فرد. فرد العجين. نعم. مثل ما أنتم شايفين. نعم. طيب شيف، مين المطلوب اكثر، الكنافه الناعمه بتحس ولا الكنافه الخشنه؟ هي نفس العجينه، الكنافه الناعمه. الناعمه مطلوبه اكثر. الخشنه بالعكس، عجين ثاني، نوعيه. نعم. ثانيه. مختلفه. مختلفه تماما عن الناعمه. نعم. طبعا بنشوف هلا يمكن بالوقت الحالي في انواع كنافه جديده معاصره، في كنافه بالنيوتيلا، في كنافه طبعا بالقشطه يمكن صار لها فتره طويله، ولكن في كنافه بالنيوتيلا. شو رايك بهالتغيير والتحضر كمان بالكنافه؟ والله كنافه طيبه يعني. طيبة؟ ما شاء الله عليك. بس هو الأصل الكنافة النابلسية يعني. هي الكنافة بالجبنة. بتفرق من كل بلد. إحنا بنعرف إنه الكنافة هي الطبق الأساسي لبلاد الشام بالأردن وفلسطين وبسوريا. هي نفس المكونات نفس الطريقة؟ لا، كل كنافة بتختلف عن الثانية. شو يعني، شو تقريبا الفروقات؟ هاي عجين ناعمة. نعم. بنرش على الماكينة. نعم. عجين وسمن وبنحمصه وبنرجع ناخله. أوكي. العجينة الخشنة بتختلف تماما، نوعية العجينة كمان مختلفة، إلها مواد تانية وعجين تاني ورش تاني. طيب احنا بنعرف انه الكنافة فيها كميات كبيرة من السكر. نعم. بس شو إلها فوائد؟ انا بعرف كمان انه إلها فوائد. هي فوائدها بالجبن يعني، بالجبن الموجودة. نعم. الجبن الموجودة فيها. نعم. طيب هلا احنا فردنا هيك صار عندنا السدر جاهز، فردنا العجينة الكنافة، بس حطينا السمنة والسنوبر وفردنا العجين. طيب شفتك عم تضغط فيها شوي. لا انا كبست، وزعتها. وزعتها على الداير عشان العجين يتساوى معي بالسدر. طيب اوكي. هسه بعد هيك صارت جاهزه. صارت جاهزه. نفرد عليها الكنافه. نفرد الجبنه عليها. اوكي يلا خلينا نبلش بالجبنه، قلنا هاي الجبنه نوع خاص للكنافه، فيها ست البيت تشتريها من اي محل. تشتريها مالها بتحليها، هي بتيجي مالها الجبنه. بتكون احنا بنقطعها وبنحليها عندنا. قد ايه بدها مخصوصه؟ قد ايه بدها تقعدها؟ بدها تقريبا يوم يعني. يوم كامل. نعم. بالمي لحتى عشان اشيل الملوحه منها من نفس. نعم. الجبنه بتكون. نعم. مالها. نعم. اوكي. إذا عم نشوف عم بيوزع شيف محمد الجبنة على الكنافة.
هاي وين رح يروح هذا الصحن بعد ما نخلص؟ رح يضل هون بالاستوديو اكيد لانه وانا عم بحكي للصبايا كنت في بدايه الحلقه انه انا امبارح وانا عم براجع الخطوات او الفقرات تبعون حلقه اليوم اشتهيت الكنافه وانا عم بقرا هاي الفقره. اذا الشيف محمد عم بيوزع الجبنه فوق الكنافه. الكنافة مثل ما انتم عارفين هي طبق كل المواسم في كل المناسبات وبكل المواسم، هي الطبق الرئيسي ويمكن الحلو اللي غنى عنه عندنا بالبلد، وهو اصبح من تراث وتقاليدنا بكل مناسبة بتكون موجودة. هسا صارت عندنا جاهزة الكنافة هيك بدي احطه على النار. طيب حطيناها على النار، قد ايه بتاخذ وقت على النار؟ من 5 إلى 7 دقائق بس. بس يعني الطريقة جدا سهلة. سهلة جدا جدا، زي ما شفنا الطريقة كتير سهلة، عبارة عن المكونات بس بتتصفط بالصينية بطريقة صحيحة مع دهن الصينية بالسمنة، ومباشرة بحط فوق العجينة الجبنة وبتنحط على النار لمدة من 5 إلى 7 دقائق. لازم بدي اضلنا الف فيها انا عشان ما يحمر من جنب ويظل من جنب ابيض. طيب ست البيت اذا كان مش متوفر عندها هذا الفرن كيف تقدر تستغني، كيف يعني بتقدر تستخدم في بكون فرن بيتي اللي هو جوا الفرن العادي تبع الغاز اللي تحت، بكون غاز طباخ 3 عيون. بحط الصدر على 3 عيون، انا بقول 3 عيون وبضل وبضلنا الف فيه وبصير يتحرك. يفضل هيك اكثر من الفرن، يفضل انه تلفه مباشره زي هيك. اظن الف فيه انا. اوكي، اذا فيها ست البيت اذا طبعا مش متوفر عندها هذا الفرن انه تحطه على الغاز 3 عيون مع بعض وتضلها تلف فيهم بنفس الطريقه لحتى تحمر من كل الجهات، ما تنحرق من جهه وجهه لا. اذا عم نشوف الشيف عم بلف بالكنافه، ممكن تحكي لنا طريقه عجينه الكنافه شيف محمد؟ هي عباره عن طحين ومي وقطر وحليب، مكوناتها طحين ومي وقطر وحليب. اوكي، لو ست البيت حابه تحضرها لحالها بالبيت شو بتعمل؟ يعني شو قد ايه المقادير؟ لا مش رح تزبط معاها لانه هي بدها مكاين خاصه. اها اوكي، عشان نطحن العجين ونسمنه ونحمصه ونرجع نطحنه مره ثانيه يعني عشان يطلع معنا بالشكل هذا. بهذا الشكل مثل السميد شكلها او مثل البرغل بس على انعم يعني. هي بتكون جاهزه في محلات يعني بفضل يشتروها جاهزه. نعم، اذا هي فيها تشتريها جاهزه ان كان المحلات الخشنة او الناعمه فيها تشتريها جاهزه. طيب خلود ما قدرت تسيبني، زميلتي خلود مشاهدينا ما قدرت تبعد عن هاي الفقره الخاصه بالكنافه من بدايه البرنامج وهي بدها تفوت على هاي الفقرة بدها تاكل كنافة، ما قدرت تستنى برا بدها تيجي. من برا عم بتفرج ما قدرت اقاوم، قلت له دعاء لحالها تاكل اليوم، ما بدنا نخس بدنا ناكل كنافة. يعطيكم العافية شباب، خليني انا اجي هيك من هاي الناحية عشان نكون احنا محاوطينكم. سالتيهم اكيد عن السؤال اللي قلت لك عليه اسأليه دعاء اللي هو قصة النوتيلا والمانجا. قال لي ما شاء الله عليها منيحة. الله، ما بدي اقول لكم يا عمي الكنافة اذا ما كانت من تحت ايدين شيف طبعا. لا احنا شوفي الطريقة سهلة جدا على فكرة، يعني انا ما تخيلت انه الكنافة هالقد سهلة. انا والله سهلة تخيلت انها بدها الشغل كثير. هلا هي العجينة بتكون جاهزة صح من برا؟ احنا بنعملها عندنا في المحل بنجهزها يعني. عندنا مكاين والات. طبعا بدنا نشكر حلويات عز مجاهد ورامي مجاهد على اليوم وجودهم وتقديمتهم لنا الكنافة، صدر الكنافة على الصبح على فكرة من اذكى شيء دعاء الاكل الحلو الصبح، الكيك، الكنافه، الكولاج، الوربات. تقدروا كمان تجهزوا بقيه الكنافه شيف؟ طيب اذا هاي شو شيف؟ هاي انا ما فهمت. هاي سمن بلدي. هاي دعاء. هاي سمن حيواني. انت استخدمت هاي السمنه وبدي ارجع احط عليها سمن بلدي. بترجع بتحط عليها يعني انت دهنت الصينيه بالسمن الحيواني العادي وبالوجه بدك تشربها بالسمن بلدي. اوكي، انت بتعرفي شغله معلومه انا مره سمعت فيها من خبيره تغذيه، بعرفش هلا اذا الشفات رح يأيدوني ولا لا، بقول لك انه اذا اكلتي قطعه صغيره كنافه بدك تمشي لا يقل عن 3 ساعات لحتى تقدري تحرقي الكالوريز اللي اكلتيها من الكنافه الموجوده فيها. صح السكر، بس هي لها فوائد كمان كثيره الكنافه، في عندنا طبعا فوائد الجبنه معروفه
يعني هي لها فوائد كثير بس اهم شيء انه بس ياخذ كم ساعه طاقه يعني الاثنين بالضبط الانسان طاقه يعني اكيد تعطي طاقه بس انه ما ياخذ يعني ما ياكل كميات زياده عن الحد وهذا الشيء بينطبق على كل انواع الاكل على طبعا حتى الاكل المفيد يعني حتى الخضار والفواكه ما لازم يزيد عن حده وبالتالي الحلو اكيد طبعا طيب لا بس بدي احكي لك شغله هلا بغض النظر قد ما حاولوا انهم يطوروا على الكنافه وقد ما حاولوا بتضلها الاصليه يدخلوا عناصر غريبه على الكنافه الا انه الكنافه بتضلها هي كنافه بجبنتها بسمنتها بكنافتها هي الاصليه ما يحاولوا يغيروا يطوروا لا يحطوا لي فواكه عليها ولا مانجا ولا شيء يعطيكم العافيه طب احنا رح نستنى اكيد لتخلص انا بدي قطعتي انا ودعاء والشباب بدنا كلياتنا ها المخرج لا المخرج ما له هلا اهم خطوه هلا اهم خطوه عم بيقول لي الله يسامحك في كنافه خشنه هون نفس الطريقه نفس الطريقه نفس الطريقة نعم نفس الطريقة إذا في بس عندنا عجين خشنة وعجين ناعمة بس نفس كيفية الطريقة بالضبط تبعت نعم بس الناعمة. الخشنة سمنة أكثر زيادة يعني زيادة لازم تدهن لازم العجين يشرب سمنة عكس يعني الناعمة يعني لأني أنا بشوفها على فكرة بالمحلات إنه بيجيبوا العجينة نفسها وبيشربوها سمنة غير عن الناعمة طبعا الناعمة بدها سمن خفيف لأن العجين نفسه مشرب سمنة أوكي أوكي طيب إذا هي الخشنة صارت موجودة طيب شف أنا عم بشوفك عم بتلف بالصينية كمان شوي تبلش جبنة تدوب بلشت تسيها الجبنة نعم نعم اوكي هلا لازم تضلك تلف تلف عشان يطلع كله نفس اللون معي تمام طيب هاي الكنافة الخشنة موجودة قد ايه قد ايه لازم تقعد بالفرن؟ من 5 لـ 7 دقائق بس 5 لـ 7 دقائق يعني حسب النار انا اللي حاطة على الكنافة وصول الكنافة بالله المرة الجاي خلود انا وياك هي اصلا هي اصولها نابلسية نابلسية؟ اصولها كنافة نابلسية نابلسية بعدين هلا بتعرفي شو دعاء يعني هلا موسم اعراس وحفلات وخطب يعني ما بتكمل الجاهه طبعاً. الا بكنافه هي كل المواسم انا كنت عم بحكي ببدايه الحلقه هي حلو كل المواسم بكل المواسم لازم يكون في كنافه يعني لا سمح الله اذا كان مواسم مش منيحه بيجيبوا كنافه اذا كان افراح واعراس ونجاحات بيجيبوا كنافه على طول لازم كنافه حتى العزايم يعني الكبيره يعني هو بيختم هو الطبق المشهور يعني أو لازم طقوس خلينا نقول هي وجود الكنافة النابلسية أنت خلص ركزت النابلسية أنت ركزت على الكنافة النابلسية هي أصل الكنافة هي النابلسية الكنافة النابلسية والله بتضلك تلف فيها هيك بهالطريقة الله يعطيكم العافية طبعا مع هالشوب أنا ما بدي أقول لك يعني مع هالشوب بدها صراحة المرة الجاي أنا وياكي رح نحضرها شو رأيك؟ بالبيت أوكي طيب هلا انت عم تفرد الكنافه انا باخذ هلا انا فقره الدعاء عم تفرد الكنافه بالصينيه اللي هي الكنافه الخشنه بس ركزوا انه الكنافه الخشنه بتحتاج لسمنه اكثر سمنه زياده نعم انا مرات بحس تعرفي شو موضوع الجبنه بتلعب دور يعني بعرفش هلا احنا كيف نقدر نميز محل عن محل نوعية صراحة الجبنة. نوعية الجبنة ملوحتها يعني موضوع الجبنة كمان مهم هلا عادة الكنافة الصح ايش بيستخدموا معها جبنة هسا الجبنة الصح جبنة أرقاوي في البلد معروف متعارف عليها يعني جبنة أرقاوي أنظف جبنة في البلد جبنة مشمولة أوكي هذه هو حكى الشيف ببداية الفقرة إنه لازم تشتريها وتنقعيها يوم كامل بالمي عشان حلية هي بتكون مالحة تنقعيها يوم كامل بالمي قبل ما تستخدميها للكنافة طيب نطلع فاصل وبعدين نرجع للكنافة رجعنا لكم مشاهدينا وريحة الكنافة بلشت تعبي الاستوديو شفنا خطوات عمل الكنافة والمكونات مع الشيف محمد طه وهلأ إجا الوقت للمرحلة الأهم والأخيرة اللي هي مرحلة قلب الكنافة بدي أشوف هلأ كيف بدك تقلبها يا شيف أحمد كيف بدك تقلب لي الكنافة هيك صارت جاهزة أنا بننزلها هسا
اوكي، طبعا احنا حكينا انه السمن اللي هو الحيواني اندهن بالصينيه اثناء تحميرها اللي هو تحت الصينيه، بعدين السمنه البلدي اندهنت بالصينيه اللي راح نقلب عليها الكنافه، يعني بتنحط بتندهن السمنه البلديه على الصينيه اللي بدكم تقلبوا عليها الكنافه، هي اول معلومه. هلا راح شايفين الكنافه جاهزه والجبنه بلشت او دابت جبنة دابت وطلعت ريحتها بالضبط عن جد ما اسكاها يعني هيك صارت جاهزة لا هسه بدنا نقلبها شو عم بقول يعني خربت لا ما خربت لا وانا واقفة على راسه كله اندر كنترول ان شاء الله طيب هلا بس عملية القلب بدنا نقلب السدير ايوه هاي الحركة لابد منها بالعملية القلب يعني رهيب طبعا الشباب جايين من الفحيص يعطيكم ألف عافية جو الفحص يعني ولا أروع هيك صارت الكنافة جاهزة معنا الله عليك الله عليك يعطيكم العافية أنا الله يعافيك يا رب خلينا بس أنا رح أساعد أحط القطر هلا الأمور لحتى تقدر أنت احكي لي متى أحط القطر وأنا بحط القطر هسا احنا بدنا نحليها مباشرة عشان العجين نفسه يشرب قطر أوكي أبلش أحط قطر تفضل يلا عشان تعرفوا انها زاكية عشان هلا صار لازم تعملي لنا كنافه بالبيت انت صار عندك خبره اوكي بدنا ناكل على هلا وهي سخنه على الهواء وهي سخنه طبعا الريحه بتشهي هلا بعد شوي كمان بما انه هلا دخلنا بكنافه وحكينا عن الاعراس والحفلات والجاهات الى اخره هلا بعد شوي كمان رح ننتقل برا رح نروح لقصه تنسيق الزهور على سيارات تمام. الاعراس يب. فان شاء الله هيك كل ايامكم افراح ودائما بيوتكم عامره وهالاجواء الحلوه بتجمعكم سوا طيب إذا هلا مرحلة حطينا القطر و طبعا نرجع بعد ما حليناها بنرجعها على الغاز كمان مرة على الغاز اوكي بعد هيك بنرش الحلبة رش الحلبة تستوي الحلبة تمام نرجع بنسخنها شوي نعم بيقولوا كل ما بيكتر زينه عليها فستق حلبي وصنوبر كل ما كانت اطيب واسكى، في ناس بيقول لك لا ما بنحبها كثير فيها فستق وكثير فيها صنوبر وقصص بحبوها رايقه. الجبنه هلا اعطاني معلومه الشيف ما حكيناها خلال الحلقه انه لما تنقع يوم كامل لازم يتغير عليها المي من ثلاث لاربع مرات عشان ملوح عشان تروح صح والله شيف احمد يعني يعطيك العافيه شيف محمد يعطيك العافيه الله يعافيك يا رب سلام عليك والله شهيتونا مش قادرين صرنا نستنى يعني طيب راح نرجع لكم طبعا شيف لتجهزوا لنا الامور وتجهزوا لنا كمان الصدر الثاني واكيد نحن مكملين بهالاجواء الحلوه اللي بتجمعنا سوا راح نطلع طبعا بلينك مع زميلنا رعد الرقاد حط لي طيب تقرير مسجل طبعا مع زميلنا ومن زميلنا رعد الرقاد ايوه هيك توصلي بالقطعه رعد يا ريتك موجود معنا والله لحتى تاكل قطعه كنافه من وادي الخرار خلينا نشوف هذا التقرير ومن بعده بنرجع وانا ودعاء والشباب بناكل كنافه يلا